الفنانين اللي معجب بهم. مراد عاد انا ما مشيتش لامينه بربي خليني سيك. يمين عاد مش في المهرجان في فضاء خاص يعني فضاء خاص معناها عرضة امينه كله زي بعض كله زي بعضه وقت نحكيو كله زي بعضه والعام يختلف الثقافه المهم الابداعي 10 ملايين مراد تو تشدهم في ديك شو تعمل بهم تو لي 10 ملايين تشدهم في طبعا ديك. تبرع بهم جمعيه خيريه تستنى في اجابه اخرى انت بجد لا لا تبرع بهم جمعيه خيريه يا سيدي حب نقول لك عيطوا لي نجيب تزيري وينه يا ولدي فالاجابات هذه يجي اجري يجي اجري زيدون 10 ملايين نزل زوجتي والبنات نمشي نعدي نصرفهم بني في في وتير نهار تسخن الروم بالجد الوتير يساعدك هكا في قلت له 10 ملايين قال لي تبرع بهم جمعيه تو مراد زياد محلاه كان واضح قال نهز العائله وفي يجيبوا مراد عقربه شنو دخلش يدير يجيبوا خلاص قال لك تبرع بهم جمعيه انا جمعيه والله حي اه نجيب انت 10 اش تعملهم انا ما نخومش لاني ما ناخذ فلوس كان تعب عليها ما ناخذ فلوس كان تعب عليها هذه الجمله اه ما ناخذ فلوس كان تعب عليها هو عرق عليها وقيم عليها الصباح بكري يا ودي عندي مسابقه راه تو اللي جاب هذه تفزد لي كل المسابقات تو ربح صيد اللي عندي مسابقه تعب بهم راه المسعد قالوا خلوا ما ناخذ فلوس ما نتعب عليهم قد ايش ايش تعمل بيهم العشر ملايين؟ تبرع بيهم الجمعية الجمعية مورد تو تسحب العمل مش تتبع فيك ما تعرفش النيل يلا خلينا تتفكروا اكيد عندنا اسابيع واحنا نحكيه على جول فليجة وقلنا لكم اللي واحد من المستمعين الاوفياء واللي شاركوا وبعثوا اس ام اس في اي اف ام على 85 85 8 باش يكمل صيفو شيخ فرحان اليوم هو يوم الفرحة خاطر باش نعرفوا شكون اللي ربح العشرة ملايين مراه ولا راجل حسب رايك يا نجيب الزهر لشكون زهرت والله هي انا مذهبية مراه ما ان شاء الله يكون راجل باش يرتاح بتخرنين الصيف تقول انت هكا شيء ما مراه ولا راجل ان شاء الله يكون متزوجة باهي تو نشوف مراه ولا راجل حسب رايك انا احساسي يقول لي مراه زيدون انا والله متشوق حاب نعرف مدام بهيجه شكون جات فليجه شكوني مدام بهيجه صغيدي ما دامش برا جمعيه مش لازم نسالوه يلا يا سيدي الفايزه معانا سعيده الحظ اللي خرجتها القرعه اللي صارت تحت اشراف العدل المنفذ خونا سي معز اليعقوبي تكلم فينا يبقى تكلم فينا مش يكلم فينا ايمان ايمان المزوغي صباح الخير صباح الخير اه شيخ يا منى عاد شيخ عمال ايمان المزوغي مبروك ربحت العشرة ملايين كاش في لعبة الفليجة عايشكم بارك الله فيكم اش تعمل في الدنيا يا ايمان اش تعمل والله انا ربة بيت ربة بيت ومين ده وين تسكن وين انا نسكن في مروج واحد ولاية بن عروس اه مروج واحد ولاية بن عروس اي متزوجة بطبيعة اي متزوجة وعندي ثلاثة اولاد اه تبارك الله انت قلت متزوجة مراد صغير يعمل اي خسارة ضربت على البار وعندها 10 ملايين وعشرة ملايين عاد شبيك هي سونيا ما عندها شيء وصلش عمل معها سونيا لوس يا ايمان اشناوي نعملوا بيهم العشرة ملايين والله ان شاء الله شويه للاولاد لقرايتهم نخبيهم لهم شويه ونفرح بهم شويه 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 المسيو ايش يخدم والله هو فلاح يخدم في الفلاحه اه الامور الحمد لله ماشيه الفلاحه نتاعو الحمد لله الحمد لله لاباس اه يا باي عاد وشنو شنو هو فين اختصاص في الفلاحه والله هو في اللوز يزرع اللوز وشوي شوي شوية لوز عاد لك دو نحن وكذا موجودين شوية شوية اي هو يتنوش واحنا نتنوش وسادة في لك دو احنا ونحن فرحنا بيك فرحنا بيك تفرح بينا طول يكلمك المعد يعطيك العنوان فيها بي شوية لوز شوية حاجة هكا كذا تو وقت اللوز تو وقت اللوز عاد وكذا وقت اللوز اي اي مشيش يتفهم بالغلط رانا كي مراد باش نتبرعوا به الجمعية وكعبد اللي اي سنتو فما جمعيه عند زياد الهاني يصلح له جمعيته بتاع اللوز انا الجمعيه اللي عندي في سيد احمد غادي اعطي اللوز مش تاخذه لا نحكي على الجمعيه الاخرى يعطيكم الصحه ولا يجيو في وقتهم معناها بالحق جاو في وقتهم مبروك 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 يا ايمان قداش من مره بعثت لي اس ام اس قداش والله بعثت مرتين مارتين تريبيان تريبيان خارق العادة خارق العادة إن شاء الله ديما محظوظة يا إيمان والحظ راه والحظ هذا كله يتعدى لأنك أنت أكيد أطلقت طاقة إيجابية أما الحظ راه
زاد باهي في الستر وفي الصحة وفي كل شيء، ونعرفك انت تمنيتهم، ربي يزيدك يزيد يجازيك خير راهو بالحظ، وان شاء الله ديما محظوظين يا ربي. ان شاء الله يعيشك يا ليمان، ان شاء الله يعيشكم يعيشكم الكل يعيشكم. والناس الكل تنجم تكون كي ايمان، لعبتنا متواصلة، ما تنساوش 85 85 8 على اي اف ام، جاوبوا على السؤال وتكونوا من سعداء الحظ وتربحوا كيما ربحت معانا اليوم ايمان المزوغي من بن عروس. هذه كانت اي اف ام والفليجة، شنقولوا للربح ايجا يا مدام بهيجا. انتم تسمعوا في اميسيون امبوسيب، برهان بسايس من 7-9 متاع الصباح على اي اف ام، احلى راديو. 8:24 خبر البارح شغل وكالات الانباء العالميه، نحن زاد في تونس ماناش بعاد عليه، شنو ماناش بعاد، نحن في قلب العاصفه هذه. روسيا تعلن ايقاف الاتفاق مع اوكرانيا لتصدير القمح الاوكراني، كل القمح الاوكراني، الاتفاق اللي يسمح اليوم بسيوله التصدير لعديد مناطق العالم بالشكل اللي حافظت فيه الأسعار على نوع من التوازن. اليوم العالم الكل يتنبأ بالتهاب يشبه الحرارة هذه في الطبيعة في أسعار الحبوب، انعكاسات ذلك على تونس. مراد زغيدي ننتظر أولا نقص لا قدر الله، ومن جهة أخرى ارتفاع أسعار، التهاب أسعار، فلامبي قوية. فما أخصائيين نجم يتكلموا أكثر مني، ممكن خلي جست نفسروا للناس شو اللي صار من اللي بدأت الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا. بالرغم الحرب العسكرية واللي ماتوا فيها كمان تو عشرات ألاف الأشخاص، فأنه صار اتفاق عالمي برعاية تركيا برعاية أردوغان، تم اعتبار ذلك انتصار دبلوماسي كبير من أردوغان، أنه يقعد نوع من الممر يخلي وأنه القمح الأوكراني يكمل يواصل يتباع على الأسواق العالمية. هي. يعني أنه روسيا قبلت وأنه يتعدى على البحر، على البحر الأسود يعني على القرم، منطقة القرم، أنه يتعدى ويتباع. علاش؟ لأنه القمح الأوكراني من أحسن نوعية القمح في العالم، وأوكرانيا من أهم المصدرين للعالم. وقت لو كانت تذكر برهان، والاتحاد الإفريقي ماكيسال رئيس السنغال كان مشي شخصيا باسم الاتحاد الإفريقي البوتين، قالوا شوف حربكم مع أوكرانيا احنا ما ندخلوش، اما راهو عندي أزمة كبيرة في افريقيا. تصور انت برهين مصر، وما ادراك ما مصر اللي عندها انتاج قمح، قالت لهم راهو اعملوا اللي تحبوا، احنا ما عندناش امورك انت وزيلينسكي والناتو وذاك الكل، اما راهو احنا اليوم ما عندناش بديل القمح للقمح الاوكراني. العيش الله يرحم والديك، العيش خبز مع التوضيح انه زاد فما القمح الروسي. دونك بوتين عمل تصريح مهم اليوم، خاطرش كان يقول زيلينسكي البارح صار تفجير لجسر مهم جدا يربط روسيا بمنطقة المنطقة نسيت بالضبط شنو اسم الجسر هذاك. زيلينسكي قال احنا راهو اذا كان روسيا تبطل هالاتفاق المجاعة باش تضرب عدة بلدان، وهذا صحيح. اهمهم ذكر السودان واريتريا والصومال تبع البلدان الافقر، باش يظهر هو زعما عنده بعد انساني وكل. بوتين اليوم الصباح عمل تصريح قال احنا نتعهدوا وانه نعملوا كميه مينيموم مجانا من عند روسيا لافقر البلدان في العالم. نقطه، احنا تونس ماناش في اهم في افقر البلدان في العالم. اذا حسب رايك كيف سيكون انعكاسات ومحضرين رواحنا؟ حسب الاخصائيين اللي سمعت اليوم الاذاعات في الفرنسيه والايطاليه، قال لك الارتفاع لا مفر منه، واهم البلدان باش تتضرر ديجا اللي ما تنتجش في القمح، ومن اهم البلدان الافريقيه مصر السنغال. دار فما توقعات سلبيه جدا لمصر، اونتر بارونتيز حقنا نجبدوا على الوضعيه في مصر برهان، لانه وليت اقتصاديا حتى اصوات داخليه تتحدث على وانت تعرف على الصعوبات. بالنسبه لتونس الوضعيه صعبه ياسر. بالنسبه لتونس احنا زيد علاش الوضعيه صعبه ياسر؟ لانه منذ سنوات ما عندناش سياسه لي دعم الانتاج الداخلي في مساله القمح الصلب والقمح الليل، قصه اخرى والمطر، وهذه راهو مش مسؤوليه الرئيس قايس سعيد. دونك واختمو بوتيتر جاء حان الاوان اليوم، وانه بالحق كنقول لك القرارات الموجعه انه الدوله اليوم كان باش تواصل في سياسه الدعم نتاع قمح اللي يشري فيه غالي ياسر ديجا من عند ربي، باش يزيدها برشا، باش معناها انت باش تخلي هيك الخبزه ب 190 فرنك. حان الوقت، حان الوقت شنو يا مراد؟ حان الوقت انه الدعم هذاك
يعني على الأقل ما يتزادش. أنا متأكد وأنه اليوم جزء من الرأي العام في تونس قابل فكرة نزيدوا في الباقيت. لا ما يقف غادي تيمورات تقترح شنو في الأخر إيش تحب تقول؟ هي زيدوا سوم الخبز معناها أنت تقترح توا زيادة سوم الخبز. لا ما نقترح هارش قول لك علاش هذا هو التعبير على المدى. لا لا خليني أكمل فكرة مش قلنا مش قلنا عليه جاي اليوم خليني أكمل فكرة جاي اليوم جاي حاشتك شي عندي الفكرة لا يا سيبر خليني أكمل اليوم في 50 ثانية زيادة سامحني احتكرت الكلمة ما كنت غائب مسج عندي شوي أفضلية اليوم عندنا مشكل في الصيدلية المركزية مع قائمة ماشية وترتفع في أدوية مفقودة في تونس البرامبيرون مفقود في تونس الدولة دورها أولا في الأدوية شحاشك مراد لنرفك شجاعة وتقول كلمتك اليوم حان الوقت للترفيع في أسعار الخبز والرأي العام يقبل الفكرة وأنه الخبز اللي احنا لوحوا في 700 طرناتة ورجع لبلوغة زكريا بالمصطفى يا سيد يا سيدي الرئيس يا سيدي الرئيس رام يحطوا في الزبلة يحطوا في الخبز في الزبلة واصل مراد واصل إذن الله أكبر ظهر الحق عرفناه خليناه وحده استدرجناه تك حتى فهمنا علاش أصر يحب يجي اليوم كنا عارفين اللي بشي يسرب شفرة معينة ماذا يقصد مراد زغيدي بالدعوة هذه نجيب هذا هو التامر عن الدولة ش حاجته الخبز وهذا عندنا تاريخ مع الخبز لا والرئيس صامد على إملايات صندوق النقد قال لك مش خبز لعبة مراد يقول لك زيد في الخبز زيد في الخبز اخي ما يحسش بيك الزوالي يا مراد الزوالي حب الدواء الزوالي حب الدواء حتى الكسرة سنك هالناقش يا اخي شقلنا احنا سمحنا يا دير انت تاكل في اللحم والعود وكذا الناس تاخذ في زوز باقيت باش تاكلهم بالشاي وبالماء يا نجيب الدولة اللي هي تحتكر في السميد اخوي ما زيدوش في الخبز علاش ما زيد في الخبز هكاك الناس تقعد بلاش دواء بلاش ترانسبور بلاش ترانسبور فيه كان الزوالي العيان انتم ما تاكلوش الخبز الخبز اللي فيه نحنا العيان انتم بالحق يزي انت مريولك يوكل منطقه كامله في واد الخط بربي خلينا كي مريولي هذا يوكل منطقه كامله يزي اللي تصرفوا جمعه عند عفوان يوكل واد الخط في الكل يزينا نضربوا بالحق لا مجال لا مجال لتفكير المفكرين هذه اسمها شعبوية مقيتة يعني شوف الخبث يا شعبوية مقيتة كما زكريا بالمصفى كان عم سيد الرئيس راهو يحطوا في الزبلة يحطوا في الخبز بالزبلة قال انت ايشو فيه هاي يزيدها 170 تحرقت البلاد هو اللي يعاودها بنفس الحكايات بنفس الحكايات ما عندها باش يجوز يزيدوا في الخبز ما قلتش يزيدوا في البارفان يزيدوا في المكياج يزيدوا دولة شدتهم خاطر الدولة تزيدوا كان في الكسرة تحتكر في سوم هي تحدد سوم الخبز هو قال زيدوا في المكياج قحرت له أنيسة مكشيح سيفة قحرة هاي هاتي الأخبار يا أنيسة ونمشي لسيزيان بعدك Impossible. Burhan Bsaïs, mais fin le jama, mais ça va le faire sans tasber. Allez, IFM. Ah, la radio. 8:34 دقيقة سيد زياد عندك تعليق على قصة القمح مراد كان واضح ونحييه على شجاعته قال حان الوقت هاي الأزمة كذا خويا واضح والرأي العام قالك مراد يقول هكا ينجم يقبلها خويا يزي بالدعم وخلي تغلى سوم الخبز ساعة نستاذن منك باش نمنع نفسي من ورطة حطيت روحي فيها وهي وقت اللي سألتني لو كان يجيوك 10 ملايين ايش تعمل بيهم قلت هز المدام والبنات الخارقة العادة لا تعديل نحب نقول لصديقي في نفايس اللي هو حمل عندي 5000 دينار نقول له فوتي ما تقلقش نخلصك انت ونهزو مهمة فني بالبيت صار فيصل طول بعت لك قال لك 5 ملايين بتاعي بعد سمعت بالنسبة للقمح نحب نذكر اللي نحن رانا نستهلكوا 30 مليون قنطار سنويا يعني قرابة 3 ملايين طن مخلط ما بين قمح وفارينة فنتي صار بولين فني إلى آخره وأنه الإنتاج متاعنا السنة مش باش يتجاوز 3 ملايين قنطار يعني العشر متاع الاستهلاك متاعنا وهذا نتج حالة الجفاف اللي عرفتها البلاد في المدة الأخيرة المسألة الثانية نحب نذكر أنه تونس لو ما عندناش مصدر معين نتعاملوا معاه في شراء فني القمح وإنما نحن ناخذ القمح عن طريق المناقصات ونحب نذكر اللي ثم فني دول هي تنتج القمح فني أكثر من من اوكرانيا بالتاكيد هاني جاي تاثروا في كل حاله ثم روسيا هي من 2020 هي اكبر منتج عالمي في متي القمح نحب نذكر ثم في متي الهند ثم عديد الدول اللي هي استراليا امريكا مصدره في منتجهم مصدره في متي القمح لكن بكل تاكيد
أنه النقص نتاع القمح في السوق العالمية باش يؤدي للارتفاع. بربي زيدون أنت ولد أرض ولد فلاحة، فهمني السؤال اللي نهار كله حتى السيد المخرج يقول لي مش وقت ونعملوا على رواحنا يا أخي بالرسمي الأرض متاعنا ما تنجمش تنتج، ما نجموش ناكل منها 12 مليون والمساحة هذية مش طبعا طبعا مش صحيح. آه عندك أنت في مليون هكتار هامل، أنت عندك مليون هكتار هامل تاع الدولة هامل، المنية التربة والتربة والمناخ والواحد ما هوش صحيح. يعني نجم نعملوا اكتفائنا ما عادش نستوردوا ناكلوا خبزنا بتاعنا. شوف قمحنا حبوبنا طوى بعد التقييم بعد تونس خسرت برشا بالتراجع عن سياسة التعاضد اللي كان جاب أحمد بن صالح فهمتي الله يرحمه، لأنه عملية التعميم تم عملية التعميم بتاع التجربة هي تم التسريع فيها بطريقة قضاء عليها. شنو التعاضد؟ هو كان الاستثمار أساسا في الفلاحة. اليوم عندك أوكرانيا باش عايش، لا عندها نفط لا عندها غاز لا عندها كذا، عندها بتي القمح محتل بالعالم. زيدون 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 في تاريخ، نحن في عوض نمشو للفلاحة وللصناعات الفلاحية وصلنا ناكل واحد ما نعرفش. قل لي مثلا عام 52 كنا 3 ملايين تونسي موجودين على الأرض هذه على الخريطة هذه، ورانا كنا نستهلكوا في كذا حبوب من الأرض متاعنا. يعني قل لي وصلنا في لحظات أنه ناكلوا من أرضنا فقط في الحبوب؟ مش ناكلوا بركة ونصدروا ذا أولا. أبو متأكد ناكلوا ونصدروا معطيات علمية بالغطاط اللي عملتهم دولة الاستقلال مثال وقتاش بلت البالانس تقلبت ولينا نستوردوا؟ من وقت التأميم متاع الأراضي الدولية وكانوا الاستقلال الزراعي. نعم معنى الاستقلال الزراعي في عوضي عملنا نفس الغلطة اللي عملها موغابي في زيمبابوي. كيفه موغابي في غمرة الحماسة في الوطنية التحرر ونحي الأراضي من عند البيض وكذا من اللي كانت زيمبابوي هي سلة إفريقيا وأوروبا في والعالم ولا الدولة جيعانة. ليش؟ لأنه الناس هذوكم اللي شادين أنت الأرض أرضك أنت أي. واللي انتاج في أرضك أنت واللي بش يبقى لك أنت واللي بش يتصدر كذلك لك أنت. سي هم جاءوا عملوا الناس اللي كانت عندهم التقنية اللي هم المعمرين واللي عندهم المطريين واللي عندهم كذا وكذا وكذا طردناهم وجبنا نحن جماعتنا مليون هكتار وهامل صو شكونها أراضي دولية. شو معناها أراضي دولية؟ يا أما أراضي البيليك نتاع البيات نتاع العائلة وإلا الأراضي اللي كانوا عند المعمرين. يعني زياد الهاني تضربنا في قصة استقلالنا في قصة معناها الاكتفاء الذاتي من بعد ما عملنا الاستقلال الزراعي من ذلك الخطأ يا للمفارقات. أنه بالنسبة لنا يا للمفارقات المسألة الوطنية والغيرة الوطنية خلت تحجب علينا طردك المعمر اللي عنده تكنولوجيا ودرشنية وكذا مش غيرة وطنية وخليها لجماعتنا وتقسمت شوية زيادة عليها وشوية يحكي لي أستاذي سي محسن شبيل اللي أنا قريت عنده في القانون العقاري دراسه متخصصه في القانون العقاري في أريانا يقول لي بعين وعاين الاراضي اللي استرجعتها الدوله الفيرمات في وكذا يقول لي ثم في فلاحه من الناس وقت اللي طردوا في المعمرين جاوا هما المراه يجي تعمل الوحده نتاعها في يونس بقيمتهم وكذا في وسطك الارضيك يقول لي بالمسحه تكسر في الباب مضخم نتاع الفيرما فهمتني هذيك بلنز وكذا تكسر فيه ليش باش تاخذوا فهمتني حطب باش تحمي به الطابونه فهمتني نتاعها باش تفهم باش تفهم بسرعه ما كيفاش العمليه تم ابار اللي هو مش بالاستقلال الزراعي لان نحن التو نبدينا نعمل في السياده الوطنيه الحقيقيه لانه الاستقلال مشكوك فيه. إيه يا بورين لأنك فريت في البذور بتاع القمح والشعيرة في البذور الدولة تجيب لك بذور معينة ما يولدش توا وين ولينا نعملوا في الاستقلال الزيتي ما عملنا حد شيء ما عملنا حد شيء في أربع سنين اسأل الفلاحة الكل أنا عمر أربع سنين البذور بتاعك انت القمح المسنسي يولد انا والله ما ذبيه حكايه اخرى هذيك حكايه انواع القمح الدوله تبدل فيها انا والله قعدت حتى الاخر انا السؤال قعد يراود فيا الكثير بالجد توا حتى نتمنى إجابة زياد تكون غلط. لا لا
أنه تاريخيا فقدنا معناها قدرتها على الاكتفاء الذاتي. من يشكك بعد من يشكك في روبرت موغابي في الوطنية متاعه زعيم السلاح شفت اللي حر البلاد متاعه في النوايا متاعه ولا في مقاصد؟ لكن المشكلة متاعنا المشكلة الطريق للرفاهية مش بالنوايا فقروه وهو ما فقروه باش تعمل الاكتفاء الذاتي بتاعك واللي عندك استقلالية فكرية واستقلالية في كل شيء. هو ما بلاني حبك باش ديما تبقى في تبع عائلي في علاقة بالقمح والواحد. أنا أقول ماذا بتزير جارتنا مانيش باش نتأثروا بارتفاع الواحد ربي إلى متى نقعد باهي جارتنا تعاركت مع جارتنا صارت ما نبزة ما يت... نبزة ما في ربوخ يا ودي حضرنا احنا وتزير في ربوخ فوق السطح نبزتها وكذا نقعد أنا تزير عندها اكتفاء ذاتي تزير تستورد نجيب تزير عندها اكتفاء ذاتي تزير تستورد في علاقتها بروسيا المتطورة عندهاش اكتفاء ذاتي ما عندهاش في علاقتها بروسيا المتطورة ويبدو نفس الشيء كانت زادة للجزائر تنجم كانت تتوكل شعبها يبدو اللي حصل زادة بعد استقلال لا لأنه كان فما سياسة تصنيع على حساب القطاع في الحقيقة علاش ما تقولش الحقيقة لفرنسا تزير وتونس هي وخرت بيهم من الاستقلال من الاستقلال لا مش صحيح لا صحيح شوية شوية اعطيني 20 ثانية عندي ريش تستنى 20 ثانية تستنى ما نعطيكش حتى ثانية باش دفع على فرنسا مش على فرنسا على فرنسا الجزائر منذ الستينات استعملت الموديل السوفيتي اللي كان الهدف منه التصنيع ميت بالاستقلال ماهوش هذا الحاجة اللي نسيتها ماهوش هذا مستقلال الجزائر فرنسا في غير ونعمه الحاجه اللي نسيتها الجزائر هو انه روس الاتحاد السوفيتي سابقا بقدر ما مشى للتصنيع بقدر ما تطور فلاحه قويه جدا في اوكرانيا وفي جزء كبير من روس. يلا تو باش نحكي لكم على ار بي كا. انجح في حياتك وادخل عالم الكودينج واذا تحب تتعلم فيسا وتلقى خدمة في مجال جديد عليك بار بي كا ليكول انترناسيونال اللي توفر لك اون فورماسيون اون نوفيل تكنولوجي تخليك تصنع مستقبلك في وقت قصير. ار بي كا موجودة في تونس من 2019 كونت اكثر من 500 ديفلوبور تونسي اكثر من 93% منهم لقاو خدمة في ظرف قصير. ار بي كا تقدم لك خدمات بعد الفورماسيون يساعدوك باش تلقى خدمه ستاج ولا تكمل قرايتك في الخارج باش تاخذوا معلومات اكثر ولا باش تعملوا الانسكريبسيون تزوروا ار بي كا تونس سوسه والكيف والموقع هو www.rbk.tn والا على الرقم 99 90 90 90. هذه كانت معاكم ار بي كا. يلا توا اريج الحمروني في الفري فود لانفو. صباح الخير مرحبا بكافة مستمعي إذاعة EFM باش نحكيوا على خبر دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. الخبر هذا يجينا من قفصة تحديدا وين يقول أنه إمام مسجد في قفصة يمتنع عن رفع الأذان وأنه يؤم المصلين احتجاجا على عدم حصوله على أجرته وأنه محلش المسجد أصلا ما خلاهمش بالروح. بالضبط ما خلاهمش بالروح. يدخلوا. هل هذا صحيح ولا لي؟ هل صارت الحكاية هذه فعلا؟ معنا عبر الهاتف مباشرة من المنطقة غاديكا الزميل حسام دليل اللي باش يعطينا معلومات على اللي صار بالضبط. الو صباح الخير حسام. صباح الخير ليك ولكل مستمعي اي اف ام. شكرا ليك على تدخل معنا. لو كان تعطينا تفاصيل اللي صار، هل فعلا امام المسجد البارح امتنع عن رفع الاذان وسكر المسجد ما خليش المصلين يدخلوا احتجاجا انه ما خذاش الاجره نتاعو من وزاره شؤون دينيه؟ امس تفاجئ عدد من سكان منطقه معتمديه المديل الواقع في ولايه قفصه من عدم رفع أذان الصلوات الخمس في جامع القوس وسط مدينة المظيلة. بحثنا على الأسباب سيرتو بعد مضي ثلاثة أوقات متاع الصلوات يعني صلاة الصبح والظهر والعصر، تبين هو أنه المؤذن المكلف بإدارة شؤون هذا الجامع قام أمس بالاتصال بمصالح الإدارة الجهوية للشؤون الدينية قصد تسويت وضعيته والحصول على راتبه المتخلد بذمة وزارة الشؤون الدينية منذ ما لا يقل عن 10 أشهر حسب ما صرح به هو وأحد أقاربه لي أمس بعد حديثي معهم، أنه بعد يعني الولوج إلى الإدارة الجهوية للشؤون الدينية في
في جافسا تبين انه الملف نتاعه ضاع في اروقه الاداره او لدى الواعظه المحليه بمعتمديه المظله. لذلك يعني احتج كحركه احتجاجيه لهذا المؤذن اللي تقريبا يعاني من يعني عنده اعاقه يعني من اصحاب ذوي الاحتياجات الخاصه. يعني قام بترك مفاتيح هذا الجامع بالاداره، يعني بذلك اغلق الجامع يوم امس تقريبا طيلة الخمس صلوات، يعني وتعطل به سير هذا المرفق، يعني الصلوات الخمس حسام تعطلت في هذا الجامع. حسام هو في نفس الوقت هو المؤذن والامام لأم الصلوات الخمسة. نعم هو المؤذن والقائم بشؤون البيت، يعني مش هو الامام، هو صار مش هو الامام، لا هو المؤذن والقائم بشؤون البيت، يعني لذلك هو كهز يعني فاتح للاداره، يعني تعذر على الامام ورواد هذا المسجد الدخول الى الجامع، يعني لذلك المؤذن هو امس قام باغلاق الجامع يعني كحركه احتجاجيه منه على عدم طرف اجرته منذ عشر اشهر. واضح. شكرا لك، يعطيك الصحه حسام دليلي، كنت معنا وعطينا التفاصيل فيما يخص غلق مسجد في قفصة احتجاجا على عدم خلاص القائم بشؤون المسجد. سماحه الشيخ نجيب حفظه الله العظمى الجزائري، هل يجوز شرعا أن نمتنع عن الأذان لعدم خلاص الأجور؟ هو باش نوصل للشرع. تحجب الشهرية نحجب الأعداد. تحجب الشهرية نحجب الإسلام. الأذان حجب الأذان. دي حجب الإسلام. لا مش الإسلام. هذه ما أنت يا ريت وين وصلنا؟ علاش وصلنا في شنو؟ إيه هو شكل من الأشكال عمل نقابي. ما هو لابس المطلق معناها. مش عمل نقابي، أنا كي نسمع الراجل. معناها ضيعوا له دوسي في اداره الله اعلم عليها في الكذا، والراجل يستنى في ولا ويزم لعبه شهريه صغيره بالكل، لعبه تعرف راهو الشهر بتاع 300 دينار و240 دينار، هذه منحتهم راهو الائمه ومن ذوي الاصحاب الهمه وذوي الاحتياجات، وتضيع له دوسي لشهر الاثنين 10 اشهر. انا نحييه انا ما نحييهش، انا نحييه، هذه راهو الصلاه فرض يرحم بيكم، فيش قاعدين تعملوا. سيدنا علي الجوع كافر، الصلاة فرض، يمشي المصلين بتاع المظيلة يضامنوا معاه، يمشوا معاه للمعتمد، ذكروا حد الجوع كافر يا سي برهان، الجوع كافر، الصلاة فرض يقوم بالأذان. أنا جيني بيروقراطي ضيع لي دوسي بتاع واحد على شهرية قدرة 300 دينار لشهر لاثنين لثلاثة لأربعة، وتحبوا مسكين يا برهان، ما نعالجوش الخطأ بالخطأ، ما نعالجوش الخطأ بالخطأ، وجهة نظر، ما نعالجوش الخطأ بالخطأ، والله لو كان الفقر الرجل عاد انت تدافع على الفقراء، مفقر الرجل مفقر مسكين، ثم طريق اخرى للاحتجاج، مش نلعبوا بهذا الرب يا ناس، عشان يا مراد انت تجيك ما فيهوش الاذان، وانت كل غريبه، لا وانت نجي، لا فهمتك اللي تسمع الاذان نبدا ماشي انا واقف اللي سمح تو ربي يهديني فرضيه ما اسمعش تو ربي ما فما واحد يسمع وتغرورق عينيك بالواحد، ثم واحد يسمع الاذان تغرورق عينيه بالواحد، ثم شكون الصلاه الحقيقية. الصلاة فرض، الصلاة الحقيقية واجب الدولة أن تؤدي حقوق، توفر الأذان، أعطي حقوق الناس، شكون مش يعطي حقوق الناس المصلين، الوزارة نتاعو تعطي حقوق، يمشي يحتاج بطريقة أخرى، مش يحجب الأذان على العباد. أنت في وقت من الأوقات طرح الدباء هذايا أن تؤذن أنت أمة أنت كذا، زيادة أنت من الناس اللي تميل أنها يلزمها تكون تطوع، ولا حان الوقت راهو يزيو من عقليه التطوع هذا، راهو عمل له اجره. خلينا نسمع خاطر فما عباد، انا نذكر معمر القدافي كل عام في المؤتمر الشعبي العام قال لهم شنو هذه رقم درا قداش من مليون جنيه مخصص الأئمة، قال الأئمة هذوما ما من المفترض اجر عند الله، فقط تركس على اجر في الارض. انت هذا العقيد وقتها وهي رؤيه يقول لك فاش قام كيفاش يعيش نعملوهم متطوعين. الوضع فانت مختلف، لأن نحب نذكر في اللي قبل القائمين على شؤون المسجد وبما فيها الأئمة والأئمة بتاع الجمعة فمني إلى آخره، هم ناس متطوعين عندهم في العمل في بتاعهم، والعمل ذاك اللي يقوموا به سواء الأذان ولا في الصلاة ولا في إمامة الصلاة ولا غيره، هو كان عمل تطوعي وتتعطى للأكثر وجاهة وللأكثر علم وللأكثر معرفة إلى آخره. لكن المسألة تو تبدلت، الدولة ولات هي الراعية للشؤون في بتاع الدين، الدولة هي ولات راعية للشؤون بتاع المساجد بما في ذلك الإطارات المسجدية،
اليوم ما عادتش مفتوحة المسؤولية ذي اللي منهب فيني ودب، خاصة وقت اللي في مطر فترات شفنا كيفاش أنه المساجد تم الحياد بها أو الحيود بها على الرسالة الدينية متاعها واستغلالها في مآرب أخرى، مما دفع أن الدولة تتحمل المسؤولية في متي متاعها. ومن المنطلق هذه العملية والعملية احترافية ما عادش مجرد عملية طوعية، وباعتبار الدولة هي الراعي للشأن الديني بالدستور وبالقانون وفني بالواقع، فالمفروض أن هي التي تتحمل مسؤوليتها فمتي كاملة. واليوم من نجمش فمتي شخص يكون يخدم في خدمة فمتي أخرى وكي يتفاضى فمتي يمشي فمتي بشي يزم أنت مع التفرغ وبأجل وكذا يزم التفرغ لل زياد مع الحركة اللي عملها ولا ضدها؟ أنا نعذره تعذروا، وانا كنت نتمنى لو كان شكون من المصلين في الجامع هذاك تعاطفا فهمتي مع هذا الرجل وتضامنا معه، وانهم هم هو عمل الحركة الاحتجاجية متاعه، وانهم هم يقوموا فهمتي تعويضه كوسيلة للضغط على ما هو سكروا المسجد وعطاهم المفتاح ما عادش ينجم، فعاش فما اكسي من نجم حد يدخل بشي عطاهم المفتاح لشكون؟ للإدارة بتاع الإدارة الجيوش والدينية الإدارة تجيب شكون وربي خنبوا الحاجات إن شاء الله تتحل في الأمور ألمية إن شاء الله ما نسمعوش زيادة ما الإدارة تحب توا ما تفرعن كان في الحكايات منه هذه وسمعت الحكاية ولات فيسبوك ودنيا ان شاء الله السيد ما مش في عوض يخلصوا له حقوقه ويعاقبوه ولا تصير له اي حاجه. اما بالله اما بالله اما بالله على ذكر انت مع زاد حجب كذا شهري في المعلمين والسيد هذا نكملوا نكبوا له سعد وكذا ورشاد يمشي يحتاج فات الدنيا هو الاسلام فات الدنيا فات الدنيا معناه الاسلام قائم على اذان وهو في جبل فرض يا نجيب ما تبداش تدخل في روحك كيفاش نصلوا من الاذان تبي تلهي يا نجيب مظلوم مره الوقت مش فرض كيفاش نصلوا هذه ما نجم نصلوا لما يذن الاذان رئيس مدير عام للشؤون الدينيه الساعه واللي تفتي في القضايا هذه علاش في الاذان انت تبدا في صحاري في صحراء في صحراء لا فما لا مساجد ولا مآذن ولا صوامع ولا جوامع ما تصليش قال شنو الاذان ما اذنش عندك توقيت معين تصلي فيه نحي عليك لكي تصلي قبل الاذان صلي على النبي الاذان دعوه للصلاه بالله في السياق هذا معناها سماع الاذان هو شرط صحه الصلاه يا ودي ما تخلوضش ما تبداش تخلوض بالله في السياق هذا وانت حطيت طوى اصبعك على مشكله فهمتي حقيقيه تتعلق بالبيروقراطيه الاداريه وانت قلت كلمه باهيه الفرعنه نتاع الاداره نحب نتذكر انه من بدايه العام او من اخر العام الفات أهالي حي الغزالة توجهوا بنداء وجهناهم من المنبر قلت حلت ولا الحكاية ورجع المدن للسيد الوزير نتاع الشؤون الدينية وطلبوا منه باش يرجع الكتاب نتاع الجامعة يخدم ويكلف الشيخ لمجد القرقوري اللي هو الإمام نتاع الجامعة غادي باش يشدك الكتاب يقضي صغيراتهم على الأقل باش يتشدوا وقلت لنا اللي تحلت الحكاية وحيينا والوزير تحمس للموضوع للأمانة فهمتي وللتاريخ داكوردو والسيد عنده طالب تاع دكتوراه بين قوسين مش كيف نقولوا إمام وحدة داكوردو تحمس الوزير وقال يلزم يتخدم الموضوع يتحل ولا وقت اللي الإدارة الجهوية قالت ليه لأنها عندها شكون مرت شكون اللي هي عندها علاقة فهمتي بشكون حاجتهم بها هي الدوسي لليوم فهمتي راقد والتو لا فما حد شيء لليوم راقد وقرار الوزير طز فيه خاطر الوزير مش عنده كل المشكلة هذه عنده ألف مشكلة أخرى تبح هذا جزء من الفرعنة نتاع الإدارة للأسف يلا اشهر ونرجعوا بعد شوية مكملين في إميسيون إمبوسيبل مع برهان بسايس على إيفام أحلى راديو إميسيون إمبوسيبل 58 دقيقة يلا أريج المرة هذه في ملفات الشاشة يلا ش عندنا باش نحكيو في ملفات الشاشة على أكثر فيديو دار وعمل برشا جدل وأثار برشا انتقادات وحتى غضب على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو اللي يجي من عرض ليلة الضحك عرض الكوميدي في مهرجان كارتاج اللي كان تعدى في نهار لحد على مسرح كارتاج كان فيه مجموعة من الفنانين ومنهم الفنان اللي أثار الجدل بالكلام البذيء اللي كان قالوا في الستاند اب نتاعو نحكيو على
الفنان الفرنسي او الكوميدي الفرنسي آز اللي كان قال كلام بذيء في العرض نتاعو او في المداخله القصيره نتاعو، وكان اعتذر بعد العرض مباشره في الندوه الصحفيه بطلب من اداره المهرجان. وكيف كيف بعد الجدل الكبير، اداره مهرجان كرتاج كانت البارح عقدت ندوه صحفيه وهذه البلاغ التوضيحي لها، وخلنا نسمعوا مدير المهرجان سيد كامل فرجيني شنو قال تعليقا على الكلام البذيء على مسرح مهرجان كرتاج. قام يعني بإضافة مقطع صغير وما كانش يعني في مستوى انتظارات الجماهير بصفة عامة وخاصة لجنة التنظيم، باعتباره أنه قام معناها به ارتجالا وهو غير معناها مدرج، وإحنا لم نعينه يعني لا في التمرين الأول لا في التمرين الثاني، وقدنا وقمنا كما قلت لكم بالاحتياطات اللازمة، لكن هذا ما حصل. كإجراء إحنا قمنا به اتصلنا يعني بالكوميتي وطلبنا منه أن يتقدم باعتذاراته للجماهير التونسية، وذلك إثر انتهاء العرض مباشرة في ندوة صحفية اللي تمت هنا في المكان هذا، وهذا ما تم فعلا وتقدم الكوميدي باعتذاراته لجمهور التونسي. يلا هذا مدير المهرجان تقريبا في الكلام تاعو البارح في الندوة الصحفية التوضيحية بعد الجدل اللي قام على حكاية مراد. سمعت وانت النوع هذا من المسرح تعرفه في فرنسا في كذا، شنو موقفك؟ بوليميك مفتعلة أبو؟ أبش فسروك عليش أولاً، وحتى أنت حتى التدوينة متاعك أنا شخصياً أنا نجم نفتعل يتفضل. أول حاجة لو كان جاي الكلام اللي تقال في إطار الحفل هذاك الحفل متاع آز وللتذكير فأنه إحنا حكمنا على فنان مقطع فيه 40 ثانية ألورك هو أعمل شو تقريبا ما بين 35 و 40 دقيقه، مش 40 ثانيه دمروا كل شيء. لا 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 فماش دمر كل هذه تعرف، وحتى احنا نخدموا من 7 ل 9 نحلوا ونقدموا على الاتفاقيه الدوليه ونقدموا الجزائر والاستراتيجيه، بعد يكون قاعدين يقوم نجيب يقول برا عملها زياد وبعد يقول لا وجيب شوف مره زياد قصيت عليه لا استنى اش عملت انا قول لي اش عملت تي ليه معني ساعات كلمه تزرف مو زياد زياد ما رد قالت كلمة زيد كلمة ليه ليه فهم عادش نرجعوا لها تو يا زيد ما عادش زيد مش قلت لك رد بالك منه وتقول لي راه يا راه مش قلت لك رانا متليعين منه يقعد يقعد ويطلع يعمل لك الضربه ويهرب فات وحدك فات وحدك زيد قلنا لك راك تحالفاتك معنا نحن يا ولدي يا ولدي اغسل شو عمل لك تو اغسل خلينا نوضح خلينا حتى قصيت عليك بقول لك حاجه سمعني قوس صغير انا راني معناها نستلهم من المسيره بتاع عمر بن الخطاب رضي الله وقت اللي جاء خارج من مكه فانت ماشي الهجره فانت المدينه مش خرج متخفي في الليالي لا لا قال لهم من اراد ان تكله امه فليتبعني انا راه كلمتي فهمتني نقولها طبعا شفت شفت قال لك شفت شفت عمري ما وزياد انا عمري ما قال لك ولاول مره ولاول مره زياد عنده نقاط تقاطع مع رئيس الجمهوريه يستلهم من عمر بن الخطاب دونك يعني حاجه ايجابيه خلينا نرجع خلينا نرجع بربي زياد خليه يكمل خلينا هذا ضد التلويظ نتاعو مش ضده كشخص خلينا نرجع باهي قول لي لو كان لو كان لو كان لا خلينا لا قول لي مش خلواضه يا زياد لا 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 يا ولدي خليها في آز زياد يا زياد لا 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 زياد خلنا نرجعوا لآز قول لي مش آز الحيط يا ولدي آز زي آز زي آز شكون أول واحد يحكم عليه؟ الجمهور الحاضر كانوا تقريبا ما بين 5000 و 6000 شخص حاضري عاودوا شوفوه المقتطف كان جاي قلق العباد راهم يما زفروا عليه ولا رماوا له الطماطم ولا غادروا القاعة بالعكس إذا واصلوا العرض حتى الاخر مراد انت ما يقلقكش بالتصفيق ما يقلقكش انت خلينا نسمع مراد ما يقلقنيش ما مالا شنو اللي مشاو الكرتاج نهارتها هذوك تبارك الله يعرفوا نوعيه الضمان محلاك نتاع اذ شويه عاد تمشي تدور يا يا نجي في 2002 يا مراد في بيك علاش قاعدين شويه عاد مانيش ندافع مش يا مراد انت مع بناتك تاني نجيبه يا انت مع بناتك تسمع الكلمه هذاك انا ما نمشي الا ما نعرف شنو ايش تعرف دخل النص يعطي نص للجمهور يا نجي يا نجي مش مدير مهرجان يتفت خلي ناس يا نجي الجمهور اللي يمشي الجمهور اللي يمشي الجمهور
5000 واحد بالضحكه بتاعهم ايش بولنيش يشمك فيهم انت شنو يشمني فيهم يا رجل الدوله ذيك ماما عاملوا جو ربحت الدوله بالكش عرس بالكش عرس في داره عاملوا في دارك مش مشكله يا نجيب يا السلطان كله اي لا بشوي لا ما تقالش تو الكلمه شيد ام النظرك يا والله 5000 شخص دفعوا على اقل حاجه 40 دينار دخلت الفلوس الدوله انا الدوله تفرج الدوله ما رجعت لك سمع جاب المجال هو الاز الاز راح ربحت هون نعطيك المعلومه الاز جاي تطوعا من جيب رخيص وروح على روحه غالي جيب رخيص دخل يا ولدي ايش دخل ربحت الدوله المهرجان اعمل فيلم يبيع حتى خليك خليك شوفي حاجه واحده اللي جا ويعرفوا بالضبط الذمار نتاع از انا ويعرف قله ذوق هذاك الذمار يا ولدي هو ما يحبوه صفقوا عليه شكون اللي حبه اللي حبه كان ال اللي حاضروا شدي في مهرجان تاع دوله مهرجان تاع دوله كلمة من حزام ردلاتة وكل ضحكة بتيح حتى من الضحكة زي ما اسمع مراد يا اخي مش من حقنا نقولوا زاد الجمهور لا نقدس الجمهور نقولوا الجمهور انت اكثر واحد يقدس الجمهور لا ما نقدسش الجماهير انت اكثر واحد انا عمري ما قدست الدليل ما الجمهور عاوز كده انا مستحيل لا لا دقيقة واحدة انا لاني نعمل في برامج جماهيريه وانت تعرف وانا نعمل في اختيارات من نوع اخر ضيقه وانت تعرف وانا ضد نزع تقديس الجمهور وانا اكثر منك انا عندي الشجاعه نقول اللي يضحك على هذاك راهو جمهور تافه ما يصيرش جمهور انا نشوف انه جمهور انا نشوف ما يصيرش انا رايي فيه انه جمهور تافه يضحك على الرداءه وجمهور مغفل وجمهور جزء من نظام التفاهه اللي قاعد العالم الكل يعاني منه ما تقوليش ما تقوليش راهو مادام جمهور اللي حاضر غاديك يضحك عليه راهو حتى تنجم تنحي سروالك يقوموا يضحكوا زاده ها ومحليه نحي سروال ومحليه اللقطه لا مش هذا والله عنده الحق والشيء يا برهان مش هذه النقطه مش هذه في 2023 وقت انت تقول الاولاد الصغار انت والد ولا والده ان بارون تسجيلاته موجوده على الديجيتال بالالاف ما تهزش ولدك ولا بنتك انت تتصدم بالذمار نتاعو ما تهزوش المسرح وما تجيش من بعد انا اقول لا اقول كيك انا اقول جاي لتونس انا اقول جاي تونس يعدل الكمام على الواحد وانا نعرفهم يمشيوا في عروض في بلايص اخرين يعدلوا ترى يمشي يعملها كذا استدعاوه السعوديين ولا استدعاها اي واحد في مهرجان ليل الرياض لا يستدعوه ينجموا يستدعوه اما الاستهانه يا العرض العرض الكل هذاك الاستهانه ما على بالهمش يتعدلوا عندنا الافتتاح تاع مهرجان من الافتتاح بتاعه يلزم ردود افعال حقيقيه ولا تحب نمشي جد نظريه المؤامره الافتتاح سولد اوت حتى في السياسه عندها علاقه الافتتاح سولد اوت حتى في السياسه عندها علاقه الافتتاح سولد اوت كان الناس معاه بيدوبل في النهضه ولا في المهرجان يقولوا في كلام الزايد يا سي نجير الافتتاح تاع فضل الجزائري الافتتاح تاع فضل الجزائري كان الناس معاه بمارتين كارتاز الطلبات كانوا تاع 12000 تذكره لما في ربوخ في سطح انا معاك ما عجبنيش سبيكتاكل اما ما نجيش نقول خليك زيد يحب يتكلم يقول كلمه انا نحب نقول نجيب الجزيري انا متفق معك تماما الله أكبر. الفضاء العام غير الفضاء الخاص الخطا هم الناس اللي استدعوا الناس وعارفينهم وعارفين الامور نتاعهم انا راني نتفرج فيهم ما زياد واصل واطلب سلطه اخلاقيه لا 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 ها يحب السلطه الاخلاقيه اي اي انت تحب السلطه الاخلاقيه انت تحب السلطه الاخلاقيه انت تحب السلطه الاخلاقيه انت تحب السلطه الاخلاقيه لا لا حد عادي يسمع لا 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 ستوب 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 بربي دقيقه زياد يعني مراد اي واحد يقول عندي مشكله مع الكلمه بذية تحب ترده متطرف وتابع الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه وتابع الشرطه الاخلاقيه وين جي وتابع سي وداعش وتابع معقول يا مراد هكا معناها يعني يلزمنا ناكدوا بطاقه التعريف تاع الحداثه نتاعنا كي نقبلوا عري سروالك قول كلمه زايده ما عرفتش يحكي لي على مصطلحات شو يا مراد امان شبيك ما تقولش كلمه زايده تسمع الراب يا اخي تسمع في الراب التونسي شبيك تشمني فيه الراب التونسي يا اخي كلاي ما قالش هذاك بيني وبينه فلسه اما مش
يجي يعرض وتدفع عليه من دافع الضرائب نفس الكلمة يقولها يعوضها بحرف الدال. مراد الزغيدي علاه ما تقولش الكلام الزايد في الراديو ولا غير إيه انا ما نقولش مانيش موريس مانيش فنان يا ولدي تفضل لا ما يصيرش انا في روجيستر اعمل شوية فوكاهة وقول لنا كلام زايد في راديو كان الفنك لا لا مراد مراد قبل مراد مراد قال لك كلمة اللي هي معقولة قال لك المفروض اللي ماشي للسيد هذاك يعرفوا على يعرفوا انت كدولة وقت اللي جايبه المفروض انت تعرف الاداء نتاعو وبالتالي انت تقيم اسكو الاداء نتاعو يجيب منه باش يطلع يلا فكرتاج بالجمهور العظيم أربعة قوة فرنسا البلد ندخلوها يلا 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 تسعة وستة دقائق قولكم باي باي خليكم مع الميتي والاخبار بقيت برامجي افهم احلى راديو يد لا مش غدوة راس عام رتحين بعد غدوة ان شاء الله ان شاء الله كل عام انتم بخير كل عام وانتم بخير راس العام الهجري يلا بعد شوية جيكم جيهان بن عبدالله في مع الناس